اتفضلي. حضرتك انا متزوجه بقالي 10 سنين تمام؟ تمام. وانا مشكلتي مع زوجي من اول يوم اتجوزنا فيه واكتشفت ان هو مش طبيعي عشان الشرطان جوه تمام؟ لا مش تمام. هو حصل مشاكل كتير ما بيني وما بينه، مشادات وقعدات ورجاله تروح وناس تيجي وانا اغضب. المهم هو ضيع يعني حاجات كتير، ضيع فلوس كتير، ضيع ذهب، ضيع حاجات كتير خالص. انا بقى دلوقتي نفسيا تعبانه جدا جدا، يعني لدرجه ان انا في السوق، لدرجه ان انا مش طايقه اعيش معاه، لدرجه ان انا كرهت الشقه، يعني كرهت بيتي نفسي ومش عايزه ادخله تاني. ممكن لو هو نبقى بره البيت كويسين، او ما بنخش البيت مش عارف ما اعرفش فيه ايه. ممكن حصل كتير خناقات ما بيننا لدرجه ان هو ضربني كذا مره. بس في البيت هو مشكلته ان هو انا عارفه ان هو بيحبني، ما بيقدرش يقعد يوم واحد من غير ما انا اكون موجوده في الشقه، لا انا ولا البنات تمام. اخر مشكله انا وهو فكرنا خدمنا لبعض، يعني هو مد ايده عليا وانا طبعا بحكم انا عايزه ادافع عن نفسي، يعني انا قررت بيني وبين نفسي ان انا مش هسكت على اي حاجه تاني، لا اذى لفظي ولا اذى جسدي. هو ضربني انا ضربته زي ما هو ضربني. هو تطاول عليا الكلام كتير يعني مش حلو، فانا تعمدت ما رضيتش ان انا ارد عليه. بعد كده جه قال ده وقت زعل وكلام من ده، وبرضه سبت البيت وجي اخدني وكلام ده. بس انا دلوقتي حاليا مش عارفه، انا عايزه اتطلق، مش عايزه اعيش معاه تاني. ايه دي مشكلتي؟ انا مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر، اسمعيني. اولا يا ام رحمه، قرار الطلاق علشان اخده لازم يبقى فيه شوية امور. اولا انا استنفذت كل سبل الحل والعلاج واعذرت الى الله للامر في الراجل ده مرة واتنين، وقعدنا مرة واتنين واتفقنا في قعدة رجالة وكذا، والراجل بيخنس بهذه الوعود ولا ينفذ اي وعد ولا الكلام ده. ضرر ضرر متعدي، الشرب المخدرات اللي هو بيشربها ديت عايدة بالسلب عليا وعلى بناتي وعلى بيتي وعلى اولادي، ما زال بيشرب، وقت ما بيشرب بيبقى فيه اذى متعدي وهكذا. الاذى اللفظي والجسدي اللي بيحصل كل الكلام ده، خلاص وصلت لمرحلة كره لا استطيع معها ان انا اوفي حق اكون كزوجة صالحة توفي تحاسب، ما تخشش نار، لا تخش جنب المعاملة، لا انا مش هعرف اكون كده. ولا الزوج ده وصلني الحالة ان انا لا يمكن ولا عارفة ان انا اصل للامر ده. خلاص طالما استحالة المعيشة وصلت لدرجة مع استنفاذ كل وسائل الحل والعلاج سابقا وما تجابتش نتيجة، وانا وصلت لدرجة ان انا مناش قادرة اكمل، تمام. ولو كملت هيبقى فيه لا مش هبقى زوجك ولا وكرهته. طيب انت اللي بتاخدي القرار، بجيب رجالة العيلة، بنتي رجالة العيلة بيقفوا من الوضع ازاي، وضع البنات هيبقى ايه، والدنيا كذا. بس ما ترجعيش تندمي ايه ما بقى كنت صبرت، طب وايه يعني ما... لا تبقي فعلا وصل مرحلة واخدة القرار ده، وقعدي مع نفسك مرة واثنين وثلاث لانه مش سهل. لا خلاص تجيبي رجالة العيلة وهم اللي يقعدوا وهم اللي يتفقوا وهم اللي يتكلموا وياخدوا يشوفوا الدنيا ازاي. والله جه وقال لا طب جربوني واخر مره وهعمل وهسوي وشوفوا مده وكذا وشوفي، والله احنا نقول لا احنا عايزين الخير برضو. لا ما اناش بيعمل وينتكس ويبقى هو اللي حكم على نفسه. لكن ما تاخديش قرار انفرادي مع نفسك، استخيري واقعدي مع نفسك وشوفي كده الايجابيات والسلبيات، البنات ازاي، طريقتها، النفقه، الزياره، الامر يبقى امر راقي والرجاله العيله موجودين حاضرين، ما تاخديش قرار فردي لوحدك. وعلى نفس الكلام من الجهه الثانيه. وادعي واستخيري وما تعمليش حاجه بدون استخاره، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين.